السلام عليكم. وصفتنا اليوم هي تحلية طبقات الجبس أو البطيخ الأحمر. إذن عم نعمل طبقات البطيخ الأحمر اللي هي القشر الأخضر والأبيض اللي بيكون تحت القشر الأخضر والجبس الأحمر وحتى البذور عملناه هون. تمام. إذن أول شي بدنا شي نص جبسة أو نص بطيخة حمراء، فينا دغري نطحنها بالهاند بلندر مثل ما نكون شايفين، من دون ما نلوت وعاء كبير ولا شي، دغري من داخل منصير نساعدها بالسكين. هلأ بجيب السكين بعد شوي وبصير هيك حز القطع الحمراء، منشان أول شي بشيل من العصير شوي منشان ما ينكب، وبعدين بساعد الهاند بلندر وبصير أقطع بالسكين القطع الجبس ونزلهم بالحفرة وبشغل الهاند بلندر. طبعاً هاي الكمية كافية لأكثر من تحلية، يعني أنا الباقي الكمية عملتهم عصير صفيتهم ووزعتهم على العيلة إنه يشربون عصير. طبعاً فيكم تضيفون شوية سكر. نحنا إمتى يعني إمتى بنعمل هاي الحلوة؟ لما الجبسة مثلاً أو البطيخة ما عجبتنا كتير، مثلاً طعمتها ما كتير حلوة، حمرة وشكلها حلو وكل شيء بس ما كتير حلوة، أو حتى كانت كويسة وجاي عبالنا نعمل تحلية، بهيك حالي لأن رح نضيف للعصير أو للتحلية سكر فرح تطلع طعمتها طيب كتير. شايفين؟ إذن هلأ الكمية بتطلع كتير وفيرة من هاي النص البطيخة، ومنطحن حتى نخلص كل الجبس الموجود بقلب القشر. سهل كتير الطريقة لهون. من هذا العصير أنا رح أخذ 4 أكواب، سعة الكوب 250 ملي، يعني الكوب المعياري المج الكبير تبع النسكافيه. إذن أول شي بشيلهم كلهم فنجان صغير، فنجان قهوة، بحطهم بطنجرة صغيرة، وبعدين بناخد من الكمية اللي شلناها رح ناخد 4 أكواب ونصفيهم بالمصفاي، مصفاي العادي المنخل تبع الطحين. شايفين قدي بيطلع منا كمية؟ أنا دول كمية البقيت. شايفين هلأ هاد أول مج بصفي، هدول للحلوة، يعني الكمية الباقية رح نعملون عصير ونشربون. إذا للتحلية بدنا 4 أكواب معيارية لقياس الكوب 250 ملي، بصفيهم تخلص من كل البزر والقشور هيك شغلات صغيرة ما أنا مرغوبة، بيطلع العصير كتير صافي ورايق ولونه كتير حلو. 4 أكواب. قبل ما أضيف لهم السكر والنشا بكمل هلأ أنا الكمية، يعني رح صفي كل الكمية ووزعها خلص لأن شلناها من البراد، ووزعها عصير على بنوزعهم عصير على العيلة بيشربون كتير طيبة، يعني هيك كأنه عم ناكل بطيخ أحمر بس بسهولة، عم نشربهم دغري مباشرة. إذن هدول هنون اللي رح نعمل منهم التحلية، أما هدول أنا هلأ عم صفيهم بوزعهم عصير على العيلة. شايفين ما ضل بالقشر نهائيا شيء، كل الكمية أنا استهلكتها وبيضل القشر بهالشكل هاد. شايفين ما أحلى هاد العصير، اشربوه ما أحلى. هلأ بالنسبة للكمية هدول اضف لهم 4 ملاعق من السكر، وهي 5 ملعقة، بدنا نعتبرهم 5 أكواب، كل كوب قياسه 200 ملي، يعني بدهم كل كوب ملعقة سكر، لأنه الجبس بيكون ما كتير كتير حلو، التحلية لازم تكون حلوة. إذا نضفت لهاي الكمية 5 ملاعق طعام من السكر، منشيل كمية منهم قليلة مشان نضيف له النشا، ضفت كمان 5 ملاعق من النشا ملاعق طعام. بحركهم بهاي الكمية القليلة من العصير الجبس هيك أفضل، دغري بتنحل معنا، بينحل النشا معنا وما بيعذبنا بهاي الطريقة. إذا منشيل شوي من العصير منضيف لهم 5 ملاعق نشا وضفنا 5 ملاعق سكر للعصير، سهلين. هلأ منضيف هاي الكمية اللي دوبنا فيها النشا ومنرجعها على الطنجرة، منحركهم على البارد كتير منيح ومنرفعهم على النار، على نار وسط هلأ طول الوقت تحريك حتى يغلي. قبل ما أرفعهم على النار أنا الوعاء اللي رح شكل فيه الحلوى أنا يعني استحليت الصحن، كمان الصحن بسهولة جدا بنقدر نقلب القالب منه، بندهنه بالزيت النباتي ملعقة صغيرة من الزيت النباتي منشان سهولة نطلع القالب لما يجمد، وفيكم تستخدموا إذا أي قالب أو صحن حلو عندكم معدني كمان بيصير. بضل حرك لحتى يغلي، هون لما يغلي فيكم تضيفوا ملعقة من ماء الورد أو ماء الزهر إذا بتحبوا تعززوا نكهة، يعني تضيفوا نكهة تانية على الجبس، أنا ضفت ملعقة صغيرة من ماء الورد، ما كتير يعني غيرت طعمة الجبس بس بتعزز النكهة شوي، هي ما تصورت هاي. هلأ باخدهم وهنهم سخنين وبضيفهم بالصحن، الصحن إذا دهناه بالزيت النباتي،
بفضي كل الكمية. إذا الطبقة الحمراء اللي هي طبقة الجبس رح تكون بالأسفل، لأنه لما نقلب الصحن رح تكون أعلى القالب. منسوي السطح ومنتركها حتى تصير بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين مندخلها على البراد لحتى نحضر الطبقة الثانية اللي هي الطبقة البيضاء اللي بتكون فوق القشر الأخضر، طبقة الحليب. رح نعملها من الحليب كوبين، بنفس الكوب اللي قسنا فيه الجباس أو عصير الجباس، من الحليب البارد من البراد، يعني نص كيلو. تضيف لهم هاي ملعقتين سكر، وهي ثلاثة، وهي أربع ملاعق طعام من السكر، واحدة وهي تنتين نشا، وهي ثلاثة وهي أربعة، كمان أربع ملاعق من النشا. إذا أربع ملاعق سكر وأربع ملاعق نشا، بس أكيد ما نون كتير كتير معرمات، يعني مليانين فينا نقول. منحركهم على البارد ومنرفعهم على النار، وعلى النار طول الوقت تحريك. بالنسبة للتنكيه هون راح أضيف لما يغلو ملعقة من الفانيليا، فيكم ما تضيفوا غير ماء الزهر، ما تضيفوا فانيليا إذا مو متوفرة عندكم. أنا راح ضفت ملعقة، هلأ عم ضيف ملعقة من ماء الزهر. فيكم تضيفوا ماء الورد، ماء الزهر، إذا عندكم علبة قشطة بتعطي طعمة كتير طيبة، إذا عندكم ضيفوها بهاي المرحلة. فيكم إذا نضيفوا اللي بتكون إياه وتعززوا النكهة. هلأ بتكون بردت أو على القليل تماسكت طبقة الجباس أو البطيخ الأحمر، هلأ بضيف الطبقة البيضة مباشرة فوقها، وبسويها فوق الطبقة الحمراء بسباتولا، بوزعها كتير منيح على أطراف كمان الصحن. وكمان هلأ بخليها بالمطبخ حتى تصير بدرجة حرارة المطبخ، وبعدين بدخلها على البراد حتى هي دغري رح تتماسك، لأنه تقريبا هي ماسكة منيح هاي طبقة الحليب. ثالث طبقة الطبقة الخضراء، إذا هلأ بعد شوي لما نوزعها كتير منيح فينا ندخلها على البراد لما تصير بدرجة حرارة المطبخ، ونعمل الطبقة الثالثة. أنا اخترت جيب طبقة جيليه بطعم الكيوي، بتكون لونها أخضر. إذا ظرف واحد من الجيليه رح ضف له ملعقتين من النشا منشان تتماسك الطبقة بسرعة، ولأن بدنا نضف لها كمان كمية منيحة من المي، وضفت لها ملعقتين طعام من السكر. بحرك كل المكونات الجافة لوحدها، وبضيف مجين يعني كاستين معياريات من المي العادية باردة، يعني مو سخنة، لأن هون ضفنا نشا ما فينا نضيف مي سخنة، وبدنا نرفعهم على النار، لذلك بيدوب الجيلي ما بيأثر. هلأ طول الوقت تحريك على النار حتى يغلي. إذا ضفنا ظرف جيلي وضفنا ملعقتين من السكر وملعقتين من النشا الكورنفلور، وحركنا، وبعدين ضفنا كوبين كبار من هدول تبع 250 ملي من الماء العادي. طول الوقت تحريك لحتى شايفين شو صار اللون حلو وغامق. أنا هذا اللون بدي إياه أخضر مشان يمثل بالنسبة للحلوة القشور تبع البطيخ الأحمر. هلأ لما يغلي، شايفين عم يغلي، هلأ ما باخده بدغري بضيفه، لا تركته على المجلى حتى صار فاتر. شايفين أنا عم بمسك الطنجرة، شايفين صار فاتر منيح، يعني رح يبرد، فما في داعي نضيفه لأن بيطول الجيلي شوي. إحنا ما كترنا نشا فيه، نص كيلو مي تقريبا 500 ملي، ما ضفنا لهم غير ملعقتين من النشا، فهنن رح يطولوا ليجمدوا، ما رح يجمدوا غير بالبراد، لذلك ما في داعي نضيفهم وهنن سخنين، منضيفهم وهنن فاترين. ضفتن هلأ، جبت صحن الحلوى ووزعت طبقة الجيلي فوقه، بتركه ما بحركه بالمطبخ على الطاولة لحتى لبعد ساعة ساعتين حتى يتماسك شوي، عاد بدخله على البراد أو على الفريزة. أنا تركته لتاني يوم بالبراد بصراحة، لتاني يوم، لأن كل ما كانت باردة كل ما كانت أطيب. تاني يوم بسهولة بيقلب بالصحن، ما بيلبكنا أبدا، مو مثل القوالب أبدا، بالصحن ما في أروع منه. قلبته دغري من دون أي عذاب، فورا بنقلبه بصينية. هلأ منشان بدنا شغلة تمثل البذور بالنسبة للبطيخ، جبت هدول حبيبات الشوكولال بيكونوا مثل المسمار، بنحطهم هيك على القسم الأحمر فقط، أكيد ما رح نحطهم على القشور ولا على القسم الأبيض، على القسم الأحمر، لأن هدول بيمثلوا البذور بالنسبة للجبس. شايفين ما أحلان وطعمتهم بتطلع طيبة كمان. هاي هي الحلوة تبعتنا، شايفين ما أحلاها، كتير حلوة، مو بس منظر، أنا قلت بجوز ما تكون كتير طعمة قوية وطيبة وهيك، بس بصراحة تاني يوم لما تبرد للأمانة بتعطي كتير طعمة طيبة. فعلا يعني أنا ما كنت كتير متأملة منها كتير، بس بصراحة عن جد كتير طلعت طيبة، وخاصة بالطقس البارد. طبقة الحليب مهلبية نظامية مع ماء الزهر، طبقة الكيوي لطعمتها الخاصة، طبقة الجبس بتجنن عن جد. جبس العادي طعمتها هيك وباردة، لا
لأن تركتها فترة طويلة. شوفوا ما أحلى هالقوام، قوام ممتاز، يعني العيارات ممتازة، طبقات كلها جامدة. بنصحكم تتركوها لتاني يوم مثل ما تركتها أنا بالبراد أو بالفريزة شي 3-4 ساعات بيمشي الحال. بس كتير ظريفة، كتير حلوة، وكتير رح يحبوا الأولاد، منظرها بياخد العقل، مشهية وبتبرد القلب فعلا بهيك طقس حار. ها هي كانت عن اليوم تحلية طبقات البطيخ الأحمر، تحلية كتير ظريفة ومهضومة وقريبة على القلب، وطعمتها عن جد شهية. بتمنى تكون عجبتكم وصفتي لليوم أحبائي، وإلى اللقاء مع وصفات جديدة. ما تنسوني من اللايك. إلى اللقاء.